هلا والله شباب، جيناكم اليوم مقطع جديد بقناة ابن الجبان. طبعا شباب اليوم جيناكم بعرض تحديثات الموسم الثالث من اللعبة. طبعا قبل ما نبدأ أتمنى تشتركون بالقناة وتفعلون الجرس وما تنسونا من لايك. شباب، أول إضافة هي موقع عسكري بالبحر، يعني خارج الخريطة، إضافة بها يعني مثل ما تشوفون الموقع هذا ينعرض بالفيديو مثل ما تشوفون، يعني موقع جديد وفي اضافات جديدة. وشوفهم وين موقع الموقع جاي بحد البحر، يعني خارج الخريطة جاي. هذا يعني هذا داخل الموقع، يضيف لك الصاروخ يعني شلون شكله. هاي داخل الموقع. طبعا اضافة حلوة، هاي الموقع كامل من بعيد جايكم. والاضافة الثانية معانا واللي هي اضافة طيارة، يعني من هنا وهيك يصير التلييد من الاسطح. يعني اذا كان عندك 7 طابق 8 طابق 9 طابق عادي راح يدخل عليك من السطح وراح يريدك. إضافة هاي لكن ما نعرف إذا ضفوها بنجوم أو ضفوها بال يعني تشتريها بمصاري أو مشترى، لسه ما عرضوها. لكن عرضهم إنه جابوا معاك إنه في طيارة وتقدر تطير بها، يعني إضافات خرافية بلعبة لاست ديج عاد يحسنوها. وإن شاء الله عاد يحسنوا اللغة العربية، خلوها نظامية مي مقطعة. نشوف عاد شو يضيفه معانا. وفي الإضافة الثالثة معانا اللي هي كيوب زد الأوزي. كيوب زد الإضافة الثالثة هي أوزي، سلاح سريع من فئة الاس ام جي مثل ما تشوفون. دمجه 48، دمج متوسط، له قوي وله ضعيف. والإضافة الرابعة هي دبابة مثل ما تشوفون، بالصورة موجودة بالمطار. احتمال ترسبن باكثر من موقع. وفي الاضافة الاخيرة اللي هي قارب، يعني تقدر تروح مثلا على السفينة بالقارب من منطقة لمنطقة على البحر يعني بسرعة ما في. طبعا شباب وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، اتمنى تشتركوا وتفعلوا الجرس.